من الضربة الأولى طاح. هاي المحرضة تاعك، ها هو الدم نتاعو. لا إن كان هز المحرضة هذه على جنبه ليصح، كي طاح طاح متكي هكذا عليه. محفظة الشهيد محمد عبد الحكيم ابن مدينة القنطرة العريقة سقطت من يده في ساحة الوغى خلال ثورة التحرير المباركة بجبال القديد في بلدية المليليحة بالولاية السادسة التاريخية، هي اليوم أمانة لدى رفيقه ضابط جيش التحرير الوطني المجاهد جمعي بذينة. وقت اللي استشهد نحيت له المحر، كانت فيها الاشتراكات، كانت فيها الأجندة تعود التصوير، التصوير احتفظت بيها هاي هنا، والأجندة احتفظت بيها، والمحرضة احتفظت بها، وقدوة الصباح الاشتراكات سلمتهم للمساعد من اللي هزيناه والدم يقطر. فرنسا الصباح كي جات للخيام هذوك تبعت الجرة نتاع الدم ولقاته وين قبرناه دفناه وهزاته، عاد الدور بالمواطنين، هاو المسؤول تاعكم أنا قتلني. وثائق أخرى ومذكرة وجدت في المحفظة توثق استشهاد البطل في تلك المعركة. هذه لاجندة تاع سي محمد عبد الحكيم، كل يوم واش يشوف ولا واش خدم ولا واش دار مثل المجاهدين يكتبها، ويكت حبست الكتابة نهار اللي استشهد العشية أو ما كتبش هذاك النهار، من ثم حبست الكتابة باقية بيضة. هذه شهادات حية من مجاهد حي لتاريخ شهيد، وإن شاء الله راه حي والروح تاعه الطاهرة راه ترفرع، يعجلنا إن شاء الله من اللي قاموا بعهد شهداء. جموعي بذينة خدم وطنه وقدم نفسه وماله في سبيلها، يحفظ تاريخا مشرفا عن بطولات الولاية السادسة التاريخية، هو اليوم كتاب منضود وللأجيال موروث، له المجد والمجاهدين الأخيار والشهداء الأبرار. تحيا الجزائر.